خاصية الفي اي بي احسن سيرفور حاليا في العالم. اصدقائي فالعديد من الناس كيخليو لي الكومونتير شنو هما الاجهزة اللي كتشتغل عليهم هاد الخاصية ديال الفي اي بي. ان شاء الله في الفيديو هذا غنعطيك اصدقائي جميع الاجهزة اللي كتشتغل عليهم خاصية الفي اي بي، يعني ما غتخرج من هاد الفيديو هذا حتى تعرفوا واش الجهاز ديالك اللي كيخدم الفي اي بي ولا لا. ولكن قبل ما تنساش دير معك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك في القناة وفعل زر الجرس باش دائما توصل بالجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. إن شاء الله اليوم خوتي غنشرحوا شنو هما الأجهزة اللي كتشتغل عليهم خاصية الفي اي بي، وكذلك أصدقائي غنعطيكم أرخص جهاز اللي كتشتغل عليه خاصية الفي اي بي. أصدقائي فالأجهزة اللي كتشغل لهم خاصية الفي اي بي فهي جميعها خوتي تابعة إلى شركة القوصات. فالقوصات خوتي عندها ثلاثة ديال السيرفورات، فكاين سيرفور الفوريفر، وكذلك أصدقائي كاين سيرفور الفانكام، وسيرفور جيشار، وكذلك أصدقائي كاين نشار، ولكن نشار خوتي ما راه متابعش الفوريفر. فقط أن الشركة ديال نشار دارت شراكة مع القوصات وكنصيفطات لها التحديث، ما عرفش أصدقائي في التحديث التالي واش راه خدام عليه ولا لا. فاصدقائي غنهضروا اصدقائي اول شيء على سيرفر فوريفر. فسيرفر فوريفر اصدقائي فرا فيه ثلاثه، فكاين سيرفر فوريفر برو، وكاين سيرفر فوريفر اي كي اس اللي هو العادي، وكاين سيرفر فوريفر اس او. الناس اللي عندهم اصدقائي اجهزه ديال 4K وكتوجد عليهم فوريفر برو او الابولو برو بعد التحديثات الاخيره، فتبدل الاسم ديال فوريفر الى الابولو، فخاصيه الفي اي بي اصدقائي كتشغل عليهم. كذلك اصدقائي خاصيه الفي اي بي ملي كتشترك فيها على اجهزه ديال 4K فكتضاف معك اصدقائي قنوات سكاي الايطاليه على القمر الهوتبود، وسكاي الالمانيه على القمر الاسترا 19، وكذلك اصدقائي سكاي البريطانيه على القمر 28 شرق الاسترا 28. علاش اصدقائي سكايات كيشتغلوا فقط على الاجهزه 4K؟ لان اصدقائي عندها معالج قوي. فأجهزة أصدقائي 4K فالثمن ديالها شوية غالي، فكيتراوح ما بين 800 درهم حتى 1000 درهم. فلا عندك أصدقائي هاد الأجهزة هادي فرا خاصية الفي اي بي كتشغل عندك. أما أصدقائي الأجهزة الأخرين اللي كتشغل لهم خاصية الفي اي بي، فكاينين الأجهزة اللي فيهم الفوريفر العادي أو الفوريفر اي كي اس. فهاد الأجهزة خوتي فهي كتكون في الفئة الاقتصادية، الثمن ديالها كيتراوح ما بين 390 درهم حتى 650 درهم. مثلا اصدقائي بحال الجهاز اللي عندي انايا، جهاز الايكولينك اوبن فيو 7، فهو اصدقائي في هذه الفئه هذه. كاين اصدقائي جهاز زين 2022 تا هو فيه فوريفر عادي، كاين بعض الاجهزه. فلا عندك اصدقائي الفوريفر عادي فخاصيه الفي اي بي كتشغل عندك. ندوزو اصدقائي الى الفوريفر اس او. فالفوريفر اس او خوتي فهو كذلك يشغل خاصيه الفي اي بي. مثلا اجهزه ديال زين فرا فيها الفوريفر اس او، كاين اصدقائي بعض الاجهزه ديال ستار سات فيها الفوريفر اس او، وكذلك اصدقائي فيزيو فهي كذلك فيها هاد الاجهزه هادي. اما السيرفور الاخر اصدقائي اللي كيشغل هاد الخاصيه هادي، فالاجهزه اللي كتوجد عليها اصدقائي سيرفور جيشار، فهو تابع اصدقائي الى شركه القوصات وهو كيشغل عليه خاصيه الفي اي بي. وكذلك أجهزة اللي كتوجد عليها الفانكام، يعني أي جهاز أصدقائي كما كان الاسم ديالو فقط يكون فيه سيرفور الفانكام فهي كتشغل عليه خاصية الفي اي بي. فمثلا أصدقائي الأجهزة اللي فيها سيرفور الفانكام، مثلا أجهزة ديال فيمتو ايكولينك فيمتو، كاين أصدقائي بعض الأجهزة أصدقائي ديال ستارسات. أحسن حاجة أصدقائي في الأجهزة اللي فيهم الفانكام فكيكون الثمن ديالهم رخيص، فمي كتشري وكتزيد عليه الفي اي بي فما كتجيكش غاليه. فهادو هما اصدقائي الاجهزه اللي كتشغل عليهم خاصيه الفي اي بي. فغدا بقى اصدقائي غنشرح لكم شنو هما القنوات اللي كيشغلوا على الاجهزه اصدقائي الفوركي، وشنو هما القنوات اصدقائي اللي كيشغلوا فقط على الاجهزه العاديه والاجهزه الاقتصاديه. فكما قلت لكم اصدقائي فالاجهزه الفوركي فكتشغل عليهم اصدقائي مي كدير خاصيه الفي اي بي وكتشارك فيها، فكت كتضاف معك اصدقائي الباقات الثلاثة الالمانية، وكذلك الايطالية سكايات وسكاي البريطانية. لان اصدقائي هاد القنوات هادو كيشتغلوا بخاصية رولي ستريم، لان كتبغي تكون معالج قوي باش كيخدم هاد الباقات هادي. وكذلك اصدقائي بعض الاجهزة على سيرفور العادي اللي عندها اصدقائي معالج جي اكس قوي. فمثلا اصدقائي فانا في الجهاز فرادير الفي اي بي وجربتها، كتكون كتفرش وبعض المرات كتقطع القناة لأن أصدقائي فيه معالج شوية ضعيف. أما الأجهزة خوتي اللي كتوجد فيها فوريفر اس او وكذلك أصدقائي الفانكام، فرمي كتوقف على القنوات الإيطالية والقنوات الألمانية،
فالصوره كتقطع بزاف لان المعالج ضعيف. وكما قلت لكم فهاد القنوات كيشتغلوا بالرولي ستريم. دابا خوتي وصلنا شنو هما الاجهزه اللي رخيصه وتقدر تشغل فيها خاصيه الفي اي بي. فالاجهزه خوتي اللي رخيصه فهي اللي كتواجد عليها سيرفر الفان كام، يعني اي جهاز اصدقائي فيه سيرفر الفان كام فهي رخيصه. مثلا اصدقائي كاين بعض الاجهزه في ستارسات فكيتراوح الثمن ديالهم ما بين 140 درهم حتى 160 درهم. وكاين اصدقائي الاجهزه ديال الايكولينغ فيمتو 1 وفيمتو 2 وفيمتو لايت فالثمن ديالهم خوتي كيتراوح ما بين 150 حتى 170 درهم. فهادو هما الاجهزه خوتي اللي تقدر تشريها ورخيصه وتخدم عليها خاصيه الفي اي بي. اما الاجهزه الاخرى اصدقائي ديال فوريفر فنقول لكم الثمن ديالها فكيتراوح الثمن ما بين 250 درهم حتى 370 درهم على حسب اصدقائي الجهاز والشركه. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو. فهادو هما الاجهزه خوتي اللي كتشغل عليها خاصيه الفي اي بي، يعني هنا غتعرف الجهاز ديالك واش كتشغل عليه خاصيه الفي اي بي او لا. بالنسبه للاخوه اللي غيسولوني واش الجهاز ديالي خارج هاد الشركه اللي قدرت تشغل عليه في المستقبل خاصيه الفي اي بي، فضروري خصكم شراكه ما بين اصدقائي الشركات الاخرى وشركات القصاص باش تشغل عليهم خاصيه الفي اي بي. اصدقائي مساش دير معك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. خوتي تهلاو فراسكم، انتظرونا فيديو جديد وشرح اخر ان شاء الله.